هل بكى الحسن الثاني بالفعل؟ نعم، لقد بكى من شدة التأثر، رغم أنه ملك يسبح في عالم من الفخامة الذي يحيط به، يبقى إنسانا. ما قصة الأغنية التي أبكت الحسن الثاني؟ تعتبر أغنية صوت الحسين نادي من بين الأغاني المغربية التي يختلط بها البعد الدعائي بالسياسي بالفن، والتي لا يزال يرددها المغاربة منذ المسيرة الخضراء، حيث ارتبط ميلادها بالخطاب الذي ألقاه الحسن الثاني في بلدية أجدير في الخامس من شهر نوفمبر 1975، حينما أعلن مسيرة خضراء نحو الصحراء المغربية. كيف جاءت فكرة أغنية صوت الحسن نادي؟ وكيف تم تسجيلها بعد 24 ساعة من الخطاب الملكي؟ وما هو الدور الذي أدته خلال المسيرة وبعدها؟ ولماذا بكى الحسن الثاني حين سمعها بحرقة شديدة؟ وكيف جرى تلحينها في رقم قياسي وتم تأديتها بشكل جماعي؟ يقول كاتب كلمات الأغنية الزجال المغربي فتح الله المغاري عن فكرة أغنية صوت الحسن ينادي: دعني أحدثك أولا عن السر في شهرة الأغنية ونجاحها. إن السر يعود إلى كون الأغنية مدروسة بشكل جيد، لقد كتبت بسرعة ولكنها كانت عبارة عن خريطة طريق. لقد كان خطاب الحسن الثاني حول المسيرة الخضراء ملهما بالنسبة لي. كنت أعتقد أن الحسن الثاني بذكائه إذا أراد أن يفعل شيئا نجح في القيام به. ويضيف بعد سماعي لخطاب الحسن الثاني مباشرة: ألهمني الله أن أقول صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرحي يا أرض بلادي، أرضك صبحت حرة. فبماذا عرفنا أنها ستصبح حرة؟ وماذا لو وقعت مشاكل ولو نتمكن من ذلك؟ لقد تركت كل تلك التخمينات جانبا، إيمانا مني بأن الحسن الثاني إذا وعد بشيء حققه. بعد ذلك كان لابد أن أرسم خريطة الطريق وأن أكمل كلمات الأغنية، حيث إن كل بيت فيها مرتبط بسابقه: أرضي صبحت حرة. ولكن السؤال كيف ستصبح كذلك؟ ويكمل الزجال حديثه عن المشاكل التي اعترضته أثناء كتابة الأغنية: إن الوصول إلى تحرير الأرض يمر عبر مسيرة أمة وشعب بولاد وبناته، شعارها سلم حب والغادي سعداته. ثم يأتي سؤال آخر: ماذا سيفعل هؤلاء الذين تطوعوا في المسيرة الخضراء، وماذا سيحملون؟ تجيب الأغنية: حاملين كتاب الله وطريقنا مستقيم، إخواننا في الصحراء يسألوننا الرحيم. فهذه المسيرة انطلقت سلمية واستمرت سلمية. الأغنية سجلت خلال 24 ساعة، وكان لها وقع كبير على المتطوعين وجيوش المتطوعات. كان الناس يرددونها أو المغاربة يرددونها بخشوع وبكاء وحرقة شديدتين. كانت تزرع الشجاعة والتفاؤل في الجميع. يا قاصدين الصحراء، راه أبوابها مفتوحة، مسيرتنا الخضراء نتيجة مربوحة، فيها أمن وسلام، تاريخ مجد ووطن، لا حرب لا سلاح، معجزة الزمن. ويضيف: لهذا يمكن القول إن الأغنية كانت خريطة طريق. أحمد الله سبحانه وتعالى الذي ألهمني بنطق هذه الكلمات التي لا تزال تردد على ألسنة الأجيال، وأعتبرها تتويجا لمسيرة الفنية. لا أخفيك أنني أحس بسعادة غامرة
حينما أسمع الشباب والصبيان يغنون هذه الأغنية التي أدخلتني التاريخ من بابه الواسع، وأقول لك إنني أتساءل دائما مع نفسي، هل أنا الذي كتبت هذه الأغنية إذ أصبحت أرددها كباقي الناس؟ ومن الأسرار الكبيرة التي حملتها الأغنية يقول الزجال المغربي فتح الله المغاري: شيء آخر يشرفني أن أقوله هو أن الحسن الثاني رحمة الله عليه كان يحب هذه الأغنية كثيرا ويبكي عندما يسمعها. كنا نغنيها في القصر الملكي فيختفي الملك الراحل ويبكي، كان مسكين يحس بثقل المسؤولية. قال لنا جميعا حينما أديناها أمامه: أنتم غنيتوا صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، ومشيتم نعسوا وخليتوني فايق وحدي. وتعد أغنية نداء الحسن من الأغاني المغربية الشهيرة، كتب كلماتها فتح الله المغاري ولحنها عبد الله عصامي، فيما قامت بأدائها المجموعة الصوتية لجوق الإذاعة والتلفزة المغربية، والتي ضمت كل من إسماعيل أحمد وعبد الله عصامي وأحمد الغرباوي ومحمد الحياني وبهجة إدريس وعماد عبد الكبير ومحمود الإدريسي وعبد المنعم الجامعي ومحمد علي وعبد الله والعديد من الفنانين المغاربة. بالمناسبة لحن الأغنية عبد الله عصامي، ويتذكر بأنه مجرد استماعه للخطاب حتى بادر في الصباح الموالي يوم السبت إلى الاتصال بعبد السلام خشيان رئيس الجوق الملكي ليخبره برغبته في إعداد أغنية ما تستلهم خطاب الملك وتساعد على الانخراط في تلك اللحظة الوطنية المتميزة في تاريخ استكمال المغرب لوحدته الترابية. في صباح اليوم الموالي اتصل بالزجال والمطرب فتح الله المغاري ليجد أنه أعد قصيدتين بالمناسبة، وقد وقع اختياره عصامي على أغنية نداء الحسن. في اليوم الموالي الأحد وابتداء من 9 صباحا شرع عصامي في تلحين الكلمات، كان مطلع القصيدة صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء. فكر عصامي في لازمة الافتتاح فتداعت إلى فكره عبارة الله أكبر التي ستعمق تجاه الكلمات نحو منح حماسي وصوفي خالص. في العاشر ليلا اكتملت الألحان رقم قياسي في ابتكار نشيد وطني. في الصباح الموالي التقى عصامي وفق رواياته دائما بعبد السلام خشيان الذي تولى مهمة التوزيع الموسيقي ووزع النوتات على أعضاء الجوق الملكي في الوقت الذي كان يتوافد فيه المطربون للتفكير فيما ينبغي عمله فنيا لدعم لحظة انطلاق المسيرة فنيا. ومن هنا برزت تلقائيا فكرة أن يؤدي كل الفنانين جماعيا هذه الأغنية بشكل تلقائي، وكانوا يتشكلون أساسا من كورال الجوقين الوطني والملكي. ومساء الثلاثاء انطلقت الأغنية على أمواج الإذاعة وعلى شاشة التلفزة المغربية، ومن هناك أيضا انطلقت باقي أغاني المسيرة التي رافقت حدث المسيرة الخضراء في بعدهما السياسي والدعائي وفي صراع طويل لاسترجاع الأقاليم الجنوبية للمغرب. كان معكم عبد الثورة، وإلى لقاء متجدد بحول الله، كل السلام.